حاجة بس حساسة عايز أوضحها، عشان برضو عندنا ناس والعادات والتقاليد والحاجات دي، إن الرجل اللي عنده السائل المنوي لا يوجد فيه الحيوان المنوي، دي حاجة لا تنقص من رجولته. اه طبعا خالص، يعني نهاية. نهائي، عشان بس إيه الناس تبقى لا لا، فاهمة. ده في رجالة طويلة وبشناب ما يعني يخضوا وما فيش حيوانات منوية وده مش عيب او مش م بالظبط. م م يعني ما لا تنقص من رجولته، بس عشان كل واحد يبقى فاهم. فالحيوان لو الحيوان المنوي مش موجود في السائل، قبل لما تبدأ تعمل أي علاجات للرجل ده، لازم تعمل حاجة اسمها عينة من الخصية. العينة من الخصية ممكن تبقى بإبرة، يعني شكة إبرة في الكيس،